طبعا انا بس عايز ارد على حاجه. اولا عايز اقول الاستاذه ميرفت حسنين نائب رئيس تحرير الاهرام، هذه السيده الفاضله التي تعمل في مجال الرياضه، معلمه اجيال، ام فاضله، ست محترمه، منذ ان عرفتها من اكثر من 15 او 17 سنه، وهي سيده مشهود لها بالاحترام والرقي والأخلاق، مشهود لها بالمهنية ومشهود لها بالسمو والرفعة، ومشهود لها بين زملائها بأنها ذات شخصية محبوبة ومحترمة في ذات الوقت، معها أولاد كبار، وربما تكون دلوقتي بقت تيتا ميرفت، معلش أبلة ميرفت، ما أنا آسف، بنعتبرها أختنا الكبيرة. لو انت مشتيت بقى انا اسف. ست حبوبه، ست راقيه، جدعه، تقف جنب زمايلها، ست بميت راجل. عيب جدا يطلع واحد زي ده معتوه متخلف ويهين سيده فاضله. انا واثق انها نايمه لانها ما بتسهرش، بس هتقوم الصبح هيقولوا لها في واحد معتوه متخلف شتمك. فانا بس حبيت ارد غيبتها عشان تعرفوا مين ميرفت حسنين اللي اتكلم عنها. ميرفت حسنين متخصصه في اخبار اللجنه الاولمبيه والاتحادات، وهي عضو باحد الاتحادات او نائب رئيس منذ اكثر من 20 سنه، مش عايز اكبرها، من اول ما اشتغلت، واحد اهم الصحفيين اللي عملوا في هذا المجال على مستوى الوطن العربي. حضرت لدورات أولمبية كتير، حضرت بطولات عالمية كتير، حد محترم. عيب لما لسان زفر زي ده يذكرها بهذا الشكل، عيب عيب والله عيب. وأنا واثق إن الأستاذة ميرفت حسنين لن تسكت وستتخذ إجراءاتها القانونية، وأنا بعتذر لها بالنيابة عن كل الناس اللي سمعت، وبقول لكل الآلاف اللي معايا لا يشتم إلا كل محترم، ولما يقف حد اشهدوا للحد الشتم إنه راجل قمة في النزاهة والأدب والاحترام. فتحية للأستاذة ميرفت حسنين، وبنعتذر لها كلنا لأنها فعلا سيدة فاضلة وتستحق الاحترام. الحاجة التانية المفاجأة بقى اللي قالها الأستاذ علاء حمام، إن كل الجوابات اللي قراها مرتضى منصور قراها في الحدث اليوم سنة 2018، وأراها في المحور سنة 2019، وأراها في فيديوهات خاصة لي سنة 2020، وقاعد يفت فيها من 3 سنين. ولما راح تقدم ببلاغ لمعالي النائب العام نبيل صادق، معالي النائب العام نبيل صادق قال له بالرجوع إلى الأجهزة مش موجودة على الإيميلات، فبلها واشرب ميتها. أزدج باسم معالي النائب العام في كل كبيرة وصغيرة، وذكر أسامي مستشارين أجلاء هم مساعدون لمعالي النائب العام لإعطاء إيحاء تخويفي للناس، ما عادش ينفع يا مرتضى منصور. وموضوع فأس ومعالي النائب العام الجليل حمادة بيه الصاوي لا يظلم عنده مصري، وراجل محترم ونوابه أفاضل ومساعدينه كرام وناس يطبقون القانون، ولا تتاجر بهم وعيب عليك، ومن المفترض تتشد ودانك ويتقال لك لم نفسك وعيب. الحاجة التالتة بيقول الأجهزة اللي بتكلمني، أولا ما فيش أجهزة بتكلمه، ده آخره يكلمه فراش في مكتب ضابط، اسمع مني بس، ده آخره يكلمه فراش في مكتب ضابط في أي جهاز، يلا اعمل كذا 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 كذا، عينيا يا فندم، أهم حاجة بس الباشا يكون راضي عني، ده آخره كده، آخره يكلمه حد فراش لأنه يعامل إنه سيكا. اطلع يلا أدي النهاردة الدور ده، اطلع يلا اعمل كذا، اطلع، ما فيش حد يعني ده لا يرقى ان يقابله اي حد رتبة، يعني بس هي متساب له مساحة للهجص، واخد بالك انت، ولكن مش بالشكل ده، لان انا عارف المكالمة دي هتتقلب على راس اللي جابوه راسا على عقب، عشان بس تبقوا عارفين، وهي نهاية بس مش نهاية مرتضى، لا يعني نهاية مرحلة. وانا كنت براهن الناس في ميت غمر على خاطر يعرفوا الدنيا رايحه فين، اهو هل يرضيكم ان ده يبقى ممثلكم؟ 3 ساعات رجع وبهدله في مصر يرضيكم ان يبقى ممثلكم؟
والأهلاوية أطلقوا الحملة وربنا يتولى. الحاجة الرابعة، أنا لا أتاجر بحبي للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا البلدي. الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل محترم وراجل فاضل وراجل شريف وراجل عفيف وراجل مهذب وعف اللسان. ما ينفعك يسمح لدن يذكر الرئيس ورايح جاي كده، ده لازم يتجاب لسانه ويتقول له يلا هيتقاطع لو جبت اسم الرئيس تاني. الرئيس مش لبانة ببقك، لم نفسك لم نفسك. انت لما تدافع عن الرئيس تضره. الرئيس شعبته بين الناس ساكنة في القلوب، اللي زيك يكره اي حد في الدولة. انا بقولها لك بكل جرأة، انت لما تشكر في الدولة الناس تزعل. فمالكش دعوة بالرئيس، سيب الرئيس في حاله وهمومه والله يكون في عونه. الدنيا كلها اللي بتحارب عشان تسقط الدولة ما تزجش باسم الرئيس في الامور الرياضية. ما تدخلش الرئيس في ما لا يعنيه. ما تعرفناش انك انت عندك تعليمات انك تدافع عن الرئيس، كله دي افلام هندية وبتتلزع على الفاضي في الرئيس، وانت فاهم كده كويس. الحاجة الخامسة، هو بيقول لك قبر. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك قبر. في واحد يا جماعة اسمه، استنى كده اجيب اسمه ايه كده، في واحد هنا بس بعت لي رسالة مهمة والله عايز اقراها بس طارت باين عليها. في واحد بس شفت رسالة بيقول لي انا الرسالة دي مني للرئيس. راح فين راح فين راح فين؟ قطعت حبل افكارنا وعجيبك. عجيبك، اصل الرسالة مهمة لفتت نظري ان احنا بنحب الرئيس وما ينفعش كده يتكلم عن الرئيس. انا لسه قايل الكلام ده يا صديقي المحترم، لسه قايل الكلام ده بس لفتت نظر الرسالة تأكيد لكلامي. الحاجة الخامسة، ده بيستدعي من خياله، ده راجل عايش في خيال، يعني ده اصلا عايش في وقف خيال. فيقوم من النوم يخترع ابو سنيدة، يوم من النوم يخترع قبر، يوم من النوم يخترع تركيا، يوم من النوم يخترع كذا، وبعد كده يفكر نفسه ذكي ان هو لما يتكلم عن قبر. عشان قبر طبعا كلنا ضد النظام القبري واللي بيعملوا النظام القبري، ولا لأي تدخلات في أحوالنا والدول اللي جيراننا، وإحنا مش بتوع سياسة مش عايزين نتكلم في ده كتير. إحنا مش مع أي حد ضد بلدنا، وعلشان كده هو بيختار بعناية. يقول لك قبر، يفكر إن الناس هتخاف تتكلم، لا أنت بتألف، ولا قبر يعبروك، ولا ليك لازمة معاهم، ولا أصلا في دماغهم، ولا حتى أنت تحرك ساكن للقبريين. بلاش الاونطه دي، ودخل ميت غمر مش عارف ايه، وابو سنيده قال ادفع كام. كله ده هو يعيش حاله من الرعب يا جماعه. الصور بتاعته اترفضت تتعلق في ميت غمر. هو عايش حاله من الرعب، حاله من الخيال، انه بره البرلمان فهيتحاكم في 500 قضيه عند عبد الناصر، و200 300 500 قضيه عند ممدوح عباس، و300 قضيه عند مش عارف مين، و200 قضيه عند الاستاذ الدكتور سمير صبري. ومش هو مش متخيل، هو هيتعلق على المنفاخ. طب انت راجل وبتكلم معالي النائب العام، طب ما تطلع لنا كده دكر وعلى لك القبعه او على لك الحله، واقول انت احسن واحد في الوجود، واعتذر لك على كل ما سبق، وتقول انا متنازل عن حصانه واضع نفسي امام النائب العام للتحقيقات. خلي بالك انا سهران عشان ايه؟ عشان اعذبك. انت بتتفرج دلوقتي يا مرتضى وانا عارفك بتتفرج عليا، وعارفك بتسب وبتلعن، لان انا بوظت لك المكالمه، بوظتها لك يا مرتضى. الهجس كله اللي انت عملته اتباظ، خلاص مصر كلها بتتفرج عليا انا. انت طب اقول لك على حاجه يا مرتضى، يا مرتضى
عشان تعرف انك انت فاشل مع مرتبة الشرف. مع احترامي للفاشلين انا اسف، اجيب لك مداخلة امبارح عاملة كم مشاهدة؟ والله لا اجيبها لك عشان تعرف انت بتتفرج ولا حد بيتفرج عليك. انا عملت لك شهرة، انا خلي بالك انا لما زقت الكلام عملت لك شهرة، بس حبيت ايه امسكك متلبس علشان المكالمة بتاعتك ما بينزلوهاش على اليوتيوب. المكالمه ما بنزلوهاش على اليوتيوب عشان التجاوزات، فاللي عايز حاجه تبقى موجوده عندنا على قناه عبد الناصر زيدان، واحنا هنقطع عشان نساهم باجر الوجه الله في ان نساعد في تحويلك للمحاكمه. والعداد بيعد مهما طول الزمن، وجاي جايه المحاكمات، وهتبقى فرجه وهتبقى لمه، وهنفرح ونتبسط يا مرتضى. ما تقلقش، ولا انت بتخوف ولا انت ليك لازمة ولا كل الهجس اللي انت عملته. يعني مع احترام الزمايل الافاضل اللي موجودين في الاستوديو، كلهم اخواتي وحبايبي، وانا اسف اذا كنت طلعت الصورة اللي يفهموني غلط، كلهم فوق دماغي وزي الفل. عيب عليهم انهم يقعدوا يسمعوا 3 ساعات بالشكل ده، عيب عليهم والله العظيم. وهم عارفين كانوا بيضحكوا، كانوا بيضحكوا. ايه يا عم الخيال العلمي اللي انت فيه ده يا عم؟ ايه يا عم انت بتقول؟ يصدق بالله انا بفكر اخد المكالمة دي واعملها مسلسل كرتون للاطفال. والله يصدق المكالمة دي عكام طويلة اغطيها بمسلسل كرتون للاطفال واعملها مجانا على اليوتيوب. اللي عايز يخوف عياله قبل ما يناموا يسمح ام انكل مرتضى، يسمح ام انكل مرتضى قبل ما ينام. والله يسمح ام انكل مرتضى اهو بيتكلم عن الجواسيس يا اولاد، وبيتكلم عن ابو سنين يا اولاد. اللي مش عينام عجيب له انكل مرتضى يرعبه اهو. انام يا ولد لاجيب لك انكل مرتضى. لا يا بابا انا عنام، لا 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 انا مش ناقص رعب، اشتات شلوت مرتضى هايم في الملكوت، اشتات شلوت مرتضى هايم في الملكوت، اشتات شلوت مرتضى هايم في الملكوت، اشتات شلوت مرتضى هايم في الملكوت. خيال 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 خيال، اديني خيال، اديك طراوه، اديني مؤامره، اديك بسكريتة، اديني في الامبوله، اديك في العجله، اديك في السقف اتمحر، او اديك في الحته اتفحر، وادي في اي حاجه في اي حاجه، وكله بالسلامه ومع السلامة. ويحب يسلم عليا وكله في الهجايز واستهلاك هوا. ما هو بيدفع 40 مليون جنيه في السنة من فلوس الزمالك، فبيهلك هوا، بيهلك بطاريات، والله العظيم بيهلك بطاريات. اسمع اللي بقولك عليه اهو، الناس معايا اهي وانت بتتفرج يا مرتضى. انا عارفك انك ممكن تكون كسرت التليفون دلوقتي مش بتحمل، معلش اتحمل يا مرتضى، معلش اتحمل، اتحمل زي بعضه، اتحمل زي ما بتعذب الناس، نعذبك 10 دقايق. والله اتحمل، اتحمل. بص المكالمة بتاعت امبارح، والله العظيم اهو كريم احمد بيقول لي عاملة 63,000. عد عليها كام؟ عد عليها 30 ساعة. عد عليها يعني حتى الزملكاوية اللي أنت بتفتخر بيهم ما بيتفرجوش عليك. والله العظيم وفي مكالمة من أسبوع عاملة 10,000 مداخلة. اهو الاستاذ كريم بيقول لك اهو بص والله العظيم انا جايب لكم اليوتيوب بتاعه اهو. يا جماعه لا لي شعبيه ولا، خلي بالكم انا سمعتكم على كان اثبت حاله لاهالي متغامره. هو ينفع ده ممثلكم؟ شتام لعان سباب ينفع ده؟ اهو ببقه ينفع ده يبقى ممثلكم؟ انا بخاف في الضلمه، انا بخاف من الفيران، ولعيلي البابور يا ام احمد علشان اتخيل. ده راجل بينام على بابور الجاز يا جماعه، ده راجل بينام على بابور الجاز، خياله حتى كله غاز، يعني خياله قديم قوي قديم، لسه جواسيس ومخربرات في 2020. ده انت خيالك قديم جدا يا راجل. ايه الخيال القديم ده يا عم؟ يا عم دلوقتي في ما وراء السحاب والاخبار الصناعيه. هو لسه دلوقتي هيبعتوا لك ابو سنيده وام سنيده وعلي سنيده وخالد سنيده؟ يا راجل ده انت خيالك حتى كله يعني خيال غاز، يعني خيال رخيص قوي. بص اهو، وهات يا عبد الناصر، خش يا عبد الناصر، ادي قناه الزمالك اهي عشان اختم معاكم بس اهي. هات يا عبد الناصر قناه الزمالك اهي. كنت تخوف زمان، الهلك لؤي دعبس، انت وقعت من على الحصان من اكتر من 6 سنين يوم ما خلناك اضحوكه
وانت عارف خلاناك اضحك طبعا. هيتكلم دلوقتي المحامين ويسب لهم الدين ويقول لهم اتفرجوا على يوتيوب ويلا ارفعوا قضايا. تلاقي بص تلاقي يوم السبت 50 قضية مرفوعين جدال. ولا ينصرن الله من ينصره. ان استدك بالله والله العظيم انا شرف ليا ان انا اتحابس فيك 100 سنة مش يوم. شرف ليا شرف ليا. ما دام قضاءنا الشامخ قال كده جزمه القضاء فوق دماغي. بس انت براجل وقول زيي قول شرف ليا ان انا اتحاكم واتخلى عن حصانتي. رجولتي ليه اللي بتتكلم فيها؟ في رجوله مستخبيه ورا حصانه. طب ما تورينا يا عم الاسد. ما تيجي يا عم التحقيقات يا عم الاسد. ما تورينا يا عم الاسد اللي الدول بتتحداك. تتحداك انني اتحداك. اه والله. بص بص يا جماعه بصوا بص ادها حلقه امبارح عشان ما بتنزلش المداخله. اجيب لكم حلقه امبارح اللي هي الاربع واجيب لكم دلوقتي حلقه امبارح اللي هي الاربع. بص اهو حلقه امبارح الاربع حلقه امبارح الاربع حلقه امبارح الاربع حلقة امبارح الأربعاء حلقة امبارح الأربعاء حلقة امبارح الأربعاء حلقة امبارح أهو زملكاوي. والله بص حلقة الاثنين أهو والله العظيم حلقة الاثنين. بصوا هفتحها لكم أهي. نزل الأبلكيشن واطلب دلوقتي. دي حلقة يوم الاثنين. حلقة يوم الاثنين عامله 11,000 مشاهده والله العظيم. ها اوريها لكم عشان ما حدش يقول لك ايه عبد الناصر بيالف ولا عبد الناصر بيقول حاجه غلط. اهي 11,587 اهي ظاهر الرقم ولا مش ظاهر؟ دي حلقه يوم الاثنين كان فيها مداخله المرتضى. اهي الاثنين 11,000. لما اضعوا مداخلة وحده لما اضعوا المداخلة بتاعت وحده عملت لها في حدود 40,000 من يوم الاثنين. 9 يا عم 100,000 من يوم الاثنين. الحاجة الستة والاخيرة اللي اقفل بيها لابد من اعلام المصريين ان يراجع نفسه. انتم افاضل وما زال لكم في القلب مكانة. فارجوكم ما تخسروش ما تبقى.